نويري عضو في سفاق ستحلم وان بليس معناتها رئيس جمعيه باب الديوان، دخلنا في شراكه مع سفاق ستحلم باش نقوموا بدور تنشيطي للضيوف نتاعنا الاجانب اللي باش يجيو، باش نتكلفوا بدور ان باش نعملوا مسلك زياره في مدينه العتيقه باش نوريهم التراث والمخزون نتاعنا نتاع الثقافي نتاع مدينه سفاقس، معنا مع الاخ زير كامون اللي باش يكون معايا اللي هو عنده خبره في مدينه العتيقه وعضو معنا في جمعية باب الديوان، وإن شاء الله بيحاول نعملهم برنامج تاريخي ياسر يعطيهم انطباع كبير برشا على صفاقس وعلى مخزون الثقافي إن شاء الله بيحاول له. ونكاو مستحكين على الضيوف السياسية اللي مش كونوا حاضرين من تونس تسمعنا بعض الوزارة. بالنسبة للوزارات ثم وزراء مش يكونوا موجودين إن شاء الله أعطونا موافقة مبدئية من وزارة وزير السياحة ووزير الثقافة وزير الشباب والرياضه، مش يكون موجود زاد رئيس اللجنه الاولمبيه سي محرز بوصيان واعضاء الممثلين سفاقس في مجلس الشعب ان شاء الله زاد مش يكونوا حاضرين، وبالطبيعه الصحفيين اجانب اللي مش تتكفل تلفزيون الشريك نتاع سفاقس تحلم في الحدث هذا باش تستقطبهم ان شاء الله يجيو يغطيوا الحدث هذا. سي حسين تو كنا نحكيو في الكواليس وانت قلت لي سفاقس عندها حظوظ كبيره في احتضان الالعاب المتوسطيه، شنو هي الركيزه اللي ارتكزت عليها انه سفاقس عندها حظوظ كبيره؟ سفاقس عندها حظوظ، اول حاجه احنا معناتها بما انه السماد الجمعه معناتها صحح عمل التزام لسفاقس معناتها مش تكون حاضره في عام 2021، دونك وهران تفوتنا في البنية التحتية ماهوش معناتها سبب انهم مش يخليهم يختاروا وهران، بالعكس احنا الفات سفاقس معناتها ناقصة في البنية التحتية وهم مش يشوفوا هذا بعين الاعتبار باعتبار ان من الروح الاولمبية ان تكون الرياضة في خدمة معناتها التنمية، وهكايا معناتها مش يكونوا معناتها تكون ثم مدينه اولمبيه جديده اللي هي نتاع وهران مش يربحوا زوز مدن اولمبيه تولي ثم مدينه في سفاقس ومدينه في وهران باعتبار ان وهران معناتها سي قريب تكتمل المدينه نتاعها، ولهذا معناتها من الناحيه هذه مش باش يفوتونا. بالنسبه للتصويت ثم كل دوله تعطي 3 أصوات من الدول المتوسطيه منهم صوتي تعطى معناتها للمجتمع المدني، احنا الحاجه الميزه اللي موجوده في الملف نتاع سفاقس اللي هو لاول مره يصير انه معناتها لاول مره للمجتمع المدني والمواطنين معناتها هما اللي يحبوا ينظموا الالعاب، قبل معناتها الدورات اللي السابقه معناتها تكون الجهه الرسميه هي اللي تطلب تنظيم الالعاب سواء معناتها تكون دوله والا تكون معناتها بلديه ولا معناتها اقليم ولا ولايه هي اللي تطلب، المره هذه معناتها من مبادره من المجتمع معناتها المجتمع المدني هي اللي طلبت باش تنظيم الالعاب، واحنا شفنا الحراك هذا نتاع الشباب وحراك نتاع الجمعياتي معناتها كيفاش تحرك، دونك مش يزيد الحظوظ نتاعنا تكون اوفر من هذا. خلف هذا اذا الحفل هذا نجح وعطاه فكره كبيره ياسر معناتها على سفاقس مش يكون اضافه في النقاط الاخرين اللي هما معناتها المتعلقه معناتها بالقدره الدوله على التنظيم وقدره معناتها الامن ومعناتها اللي هما دو بوان اخرين معناتها نجموا نحيوا نقاط اخرى ان شاء الله، وبحول الله ان شاء الله مربوحه وما تكون الالعاب ان شاء الله كان في سفاقس بحول الله.